السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله الوصفتنا اليوم غادي نحتاج 500 غرام من الدقيق الأبيض، غادي نحتاج معه ملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من الخميرة الفورية، وغادي نحتاج معهم زيت نباتية تقريبا ما يعادل ملعقة طعام من الزيت النباتية. غادي تلقاو المقادير مضبوطة في صندوق الوصف أسفل الفيديو. هنا بالنسبة للدقيق خديت 500 غرام، غادي نجمعهم بالماء اللي كيكون في درجة حرارة الغرفة، ما محتاجينش أن الماء يكون دافي نهائيا، فبالرغم أننا وضعنا خميرة ديال الخبز فما محتاجينش أن العجينة تخمر لينا، فقط باش تجينا يعني سهلة في الهضم. غادي نعجنوها بالماء اللي كيكون في درجة حرارة الغرفة حتى نحصلوا على عجين اللي تكون طرية، نوضعوها ترتاح لمدة 15 دقيقة ونمر معكم باش نحضروا الحشوة ديالنا. هنا بالنسبة للحشوة انا اختاريت فلفل اخضر، يمكن لكم توضعوا فلفل باي نوع يعني عندكم اللي متوفر، قطعته على شكل شرائح اللي كتكون رقيقة، يمكن لكم توضعوا يعني الجزر، يمكن لكم توضعوا الكورجيت، اي نوع من الخضر ديالكم راه كتجي بنينة على قد ما زدنا الخضرة على قد ما كتجي بنينة اكثر. هنا غادي نقطع من شرائح كما شفتوا، ونفس الشيء غادي ندير بالنسبة للبصل، يعني غنقطعو بنفس الطريقة. هنا غادي ندير كإضافة 200 غرام ديال الشحمة اللي قطعتها رقيقة، يمكن لكم تدوزوها في الطحانة ولكن لا داعي، غير قطعوها بهذا الشكل، راها من بعد كنديرها طيب، يعني انا ما كنديرهاش يعني خضرة، كنديرها طيب. هنا كنوضعها على نار اللي كتكون يعني متوسطة، ولا نار اللي تكون هادئة، كنضيف لها القليل من الملح كما قلت لكم، كنوضعها على نار اللي هادئة حتى كتطلق ليا اليدام ديالها، ومن بعد كنشعل عليها النار كتكون قويه حتى كتكرمل شويه، عاد باش كنضيف ليها باقي الخضر. يعني هنا انا ضفت ليها البصله وضفت ليها الفلفله، الا عندكم الجزر والكورجيت خليهم حتى الاخر، يعني حتى تحسوا بالبصله والفلفله دبالو، عاد كنضيفوا باقي الخضر. كنعرفوا ان الجزر سورتو الا حكيتيه في حكاكه غليظه فراه كي يعني كيطيب بسرعه، فلا داعي انك تضيفيه في نفس الوقت. بالنسبه للتوابل غادي نضيف هنايا الكركم ولا الخرقوم، يعني التوابل كيبقى حسب الذوق، يعني واحد رشه خفيفه لا داعي اننا نكثروهم، وغادي نضيف القليل من سكنجبير ولا الزنجبيل، ونضيف قليل من بابريكا ولا التحميره ولا فلفل احمر، والقليل من الفلفل الاسود. هنا يمكن لكم تضيفوا الفلفل الحار يعني هو كيجي فيها مزيان. هنا كاضافه هنا غادي نحرك العناصر كاملين، يمكن لكم تضيفوا يعني واحد ربطه يعني للتنسيم، ربطه ديال المعدنوس ماشي القزبر، ربطه ديال المعدنوس حتى الاخر، يعني حتى كيطيب وتطفي عليه وكتخلي مع ديك الحراره تغطي وتضيفي ليها ربطه ديال القزبر. هنا نضفت ليها تقريبا من جوج المعالق ديال الطعام من الطماطم المركزه، هنا كنوضعها في الكونجيلاتور، الا متوفره عندكم يكون احسن حيت كتعطي واحد اللون هي زوين، وكتعاون يعني كتشرب كاع داك السوائل اللي كيكونوا في الحشوه، وكتخلي يعني لاصوص ولا الحشوه كتجي خاطره وكتجي عاقده وكتجي زوينه. هنا شوفوا معايا العجين بعد ما ارتاحت، كنشكلهم كويرات، هنا كويرات كيبقى الحجم حسب الذوق، يعني قد ما كانوا صغار يكون احسن، ولو بغيت ديرهم كبار يعني مسمنه كبيره راه كتجي حتى هي رائعه، يعني كل وحده وعلى قد يعني على قدر الامكان ديالها، الا كانت تقدر تحكم فيهم كبار راه كيجيو احسن. هنا كنشكلهم كويرات كما قلت لكم، العجين ما محتاجينش انكم تعجنوها في العجينه كما درت انا، غير كنت مزروبه، نتوما فقط جمعوها بيديكم ووضعوها في بلاستيك غدائي، راه كيعطي واحد النتيجه اللي هي مذهله، يعني كيخرجها بحال راه مدلوكه وبحال معجونه مزيان، وهي راه ما معجوناش نهائيا. هنا المرحله الثانيه اللي هي ضروريه، هي ملي كنديروا كويرات ضروري نخليهم حتى يرتاحوا مزيان عاد نبداو نخدموهم. هنا غادي ندوي لكم على واحد المكون سحري، يعني واحد المكون ديال المحترفات في هذا الشيء ديال المسمن، هو انا الزيت كنضيفوا ليه التحميره ولا البابريكا ولا فلفل احمر اللي كنرشوا به مسمن، كيعطي واحد اللون اللي هو خطير. يعني صدقوني انا ما كنتش كنزعم عليه، ولكن ملي جربته يعني كيبان فرق كبير. هنا يمكن لك تضيفي التحميره، كاين الناس اللي كيضيفوا الطماطم المركز، فانا يعني فضلت ان التحميره كتعطي بالخف اللون زوين. هنا شوفوا معايا ورقتها رقيقه وما كنرش نهائيا بالزيت، يعني كنفرقها في بالفورس ولا فارينة ولا بالدقيق الابيض، وكنغطيها كامله كما شفتوا، كندير الحاشيه حتى القنت، وكنوضع الحشوه ديالي بطبيعه الحال. ضروري الحشوه تكون دافئه، يعني ما تكونش بارده باش ما تقطعش لي العجينه حيت الشحمه غادي تقصح، وما تكونش سخونه، الا كانت سخونه كذلك راها تقطع لك العجينه. وكنطوي بهذه الطريقه وما كنعاودش نضغط عليها نهائيا، يعني دي الطويه وحده اللي كنطوي، وكنوضعها مباشره في المقليه. يعني انا كنفضل حتى المحاجب اللي كنديروا ولا مسمن، المهم عندك ينوضوا جزائري المحاجب كلمه يعني
هي سميه ديال الجزائريات، حنا تعلمناه هنا في فرنسا، كن حنا كنقولوا في المغرب مسمن معمر، ولكن هنا اكثريه مع لي كوموندي كيجيوني ديت على نقول محاجب. المهم حاجب حتى همايا انا كندير ليهم نفس الطريقه في الطي، يعني هذه السيده اللي علمتها لي ماشي ديالي، علمتها لي واحد المحترفه يعني ما شاء الله عليها. كنطوي طويه وحده وكرميها، يعني الا ضغطتي عليها اول حاجه مسمن كيجيك لاصق من الداخل، ثاني حاجه كيجي الحشوه كتجي يعني خارجه من القناه، يعني هالطريقة الطريقه كيجي مسمن حتى الخفيف والتورق ديالو كيجي خفيف. شوفوا معايا كتجي ورقه على ورقه، كنديها حتى القنت وكنجيب الحشوه ديالي كما قلت لكم مره مره ندفيوها ونسرحها بواحد الملعقه، يعني حاولوا ما نسرحوش بيدينا باش تجي مسمن نقي من الفوق، وكنطوي يعني قد ما حاولتوا ما ديروش العجين على العجين، كتجي يعني ورقات اللي هما خفيف. كنوضعوهم في مقلاه اللي تكون مسخنه من قبل، وكنرش بهذاك الخليط اللي درت، الصراحه كيعطي واحد اللون اللي هو خطير، يعني هذاك الشيء علاش مسمن ديال الزنقه كيجي عاطي واحد اللون يعني زوين، فهذاك التحميره يعني كتعاون في اللون. كما شفتوا انا ما وضعتش فيه دقيق القمح الصلب ولا الفينول ولا السميده رقيقه، فما تخافوش منه كيجي ساهل في الهضم، فديك الملعقه صغيره اللي ضفنا ليه ديال الخميره كتعاون يعني ما كيجيش يضر نهائيا، فكنصحكم تجربوه الصراحه كيجي رائع لا شكلا ولا مذاقا. هنا راني غير طيبته غادي نمر معكم باش نقسم معكم وحده من الداخل، تشوفوها كيجي مورق يعني بحال راه ما فيش الخضره، يعني بحال راه حنا مورقينه بالزبده ولا بزبده التوريق، ولكن هو راه كما شفتوا ما درتش فيه الزيت نهائيا لداخل، يعني فقط بالفرز راه كيجي ورقه على اختها كما كتشوفوا. هنا كاينين اللي طيبتهم مزيان كاين اللي ما طيبتهمش مزيان، فبالنسبه للمسمن اللي غادي تحتفظوا به في المجمد ولا في الكونجيلاتور من الاحسن ما تطيبوش مزيان، يعني دوروه جوج تدويرات وخليوه جانبا ووضعوه حتى تبغيو تاكلوه عاد باش تكملي ليه الطياب ديالو. شوفوا التوراق ديالو كيجي رائع، هنا نفس المبدا اللي بغيتو ديروه في الفران راه نفس الطريقه، يعني نفس الطريقه اللي درتها انا ديال الطياب ولا ديال الطي ديروها بالنسبه ديال الفرن، غير هو ملي تطويها وتوضعوها في الطاوه خليوها حتى تخمر، هذيك الخميره اللي درنا فيها خليوها حتى تخمر باش ملي كتدخلوا الفران كيجي طالع وكيجي عاطي العين، يعني ما كيجيش نازل شويه. كنعرفوا ان المسمن ديال الفران كنبغيو شويه يجي طالع ماشي بحال المسمن ديال المقله. بالنسبه للبنات كانوا قالوا لي ان هذه المقله راه هي اللي كتعاوني في الطياب، راه ماشي هي مزيانه، ولكن حتى الا كنتو كطيبوا في مقله عاديه فوق فرن غازي فيكفي فقط انك تبقاو ديري بحال الطريقه، بقاي تقلبي في المسمن وتدي فيه اليمين واليسر حتى كيتحمر من الجوانب كاملين، وكيجيك واحد اللون اللي هو موحد، ما كتجيكش بلاصه طيبه وبلاصه خضره، يعني راه طريقه الطهي يعني اهم من يعني نوعيه ديال المقلات ولا تكون ديال الضوء ولا ماشي ديال الضوء، هذه كتعاون في الصراحه هي مزيانه، ولكن الصراحه واخا كنطيب حتى في مقله ديال اللي فوق فرن غازي كتجيني نفس النتيجه. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يكون الاعجاب ديالكم ونعجبكم بطبيعه الحال، حدكم باقيين كتشوفوا في الفيديو طلعوا الفوق ديروا واحد لايك، خليوا لينا تعليق وبارطاجيو، كلكم عندكم واتساب كلكم عندكم الفيسبوك، المهم كاين اللي ما عندوش فيسبوك كلكم عندكم واتساب ما عندكم حتى شي عذر بارطاجيو عبر الواتساب. غادي نخلي لكم رابط ديال الصفحه ديالي على الانستغرام، يكفي فقط انكم تكليكوا في البلاصه فين كاينين المقادير غادي تلقاو واحد الرابط بالازرق غادي يديكم مباشرة الصفحة ديالي ديال الانستغرام، كليكو عليها بارطاجيو وابوني في لاشين ديالي. وبالنسبة حتى البنات اللي كيخليو التعاليق اللي بغاو يتواصلوا معايا عبر الخاص فمرحبا بكم، هذيك هي الصفحة ديالي دخلوا ليها وتواصلوا معايا عبر الانستغرام. شوفوا معايا هنا المسمن، فقط نصيحة راه المسمن ديال الشحمة ولا المسمن عادي ولا الملوي الا ما تنفخش لك ملي كيكون يطيب راه ما كيجيش هو هذاك، عارفه راك غلطه في شي حاجه، خاص ملي كيكون يطيب يبدا يتنفخ بهالطريقه، يعني تما كتعرفوا التوراق راه مزيان وتما كتعرفوا ان النتيجه راهي هي مزيانه. بقى لي نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.